ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أقدم تلميذ صبيحة يوم أمس الخميس 21 مارس الجاري على وضع حد لحياته في ظروف غامضة، وحسب ما أوردته مصادر مقربة من الهالك لماروك أخبار يومية، فإن التلميذ المنحدر من أحد دواوير مدينة الجرف الملحة بإقليم سيدي قاسم يرجح أن تكون الأسباب العائلية وراء إنهائه لحياته. وفور علمها بالواقعة حضرت السلطات المحلية إلى عين المكان من أجل القيام بالإجراءات اللازمة ونقل الجثمان المنتحر إلى مستودع الأموات من أجل تعميق البحث. وقد جرى دفن التلميذ في جنازة مهيبة وسط ذهول عائلته وأصدقائه وأساتذته لما عرف عنه من أخلاق طيبة. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.